وننتقل الآن على الهواء مباشرة إلى مجلس الوزراء لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوع. حزمة للحماية الاجتماعية جديدة للمواطنين لمواجهة طبعا الموجة التضخمية الهائلة اللي بتحصل على مستوى العالم والأزمة العالمية اللي طبعا كل دول العالم بتواجهها، ويمكن يعني تأكيدا من فخامته للحكومة بضرورة مراعاة الظروف اللي احنا النهاردة المواطنين بيجابوها. وده يمكن كان امبارح طبعا حضراتكم عارفين كان من احد اهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي اللي يعني تم عقده على مدار الثلاث ايام الماضية. الحقيقة النهاردة مجلس الوزراء في اجتماعه ناقش حزمة الحماية الاجتماعية ووافق على هذه الحزمة، ويمكن عشان كده أنا حبيت أن أنا نعلنها النهاردة عشان يبقى ده تأكيدا ل يعني التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وأيضا تنفيذ أول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي. الحقيقة يمكن أهم هذه القرارات أو أهم مكونات هذه الحزمة اللي هيعرضها بالتفصيل معالي وزير المالية، أول حاجة إن هو إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة هتبقى لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأيضا للمعاشات، وهتبقى بمبلغ 300 جنيه شهريا، ودي هيستفيد منها كل زي ما قلت العاملين في جهات الدولة والشركات التابعة ليها وأصحاب المعاشات أيضا. الموضوع الثاني طبعا يعني قرر ايضا مجلس الوزراء بناء على هذه العلاوه الاستثنائيه اللي هي ب 300 جنيه ان يكون الحد الادنى، يرفع الحد الادنى للاجور، يبقى بدل 2700 يبقى 3000 جنيه. وبالتالي دي طبعا اي حد وده هيسري طبعا بالتبعيه على بقيه الدرجات الماليه المختلفه، بحيث انها هيبقى في زياده متدرجه لكل الدرجات الماليه بناء على تقرير الحد الادنى للاجور. النقطة الثالثة يمكن وهي نقطة أيضا بصينا لظروف القطاع الخاص، وهي أن طبعا يعني هيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات اللي تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة. وبالتالي دي يمكن هيتم الآلية واضحة بحيث أن يتصرف برضو دعم مالي على الأقل لغاية 30/6 القادم للشركات أو الإعمال اللي في الشركات اللي يعني تعثرت أو توقفت بسبب الأزمة، وده طبعا مرهون بأن عدم تسريح هذه العمالة. وتم تكليف معالي وزير المالية ووزيرة التضامن ووزير القوى العاملة بوضع الآلية اللي هيتم الإعلان عنها لهذا الشأن علشان برضو يستفيد منها العمالة اللي موجودة في هذه الشركات. الموضوع الحقيقة اللي بعده برضو تم التوافق على إن شاء الله هيكون استمرار العمل بالحزمة اللي يعني الحقيقة كنا أعلننا عنها في الفترة السابقة الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين. حضراتكم تتذكروا اللي هي بشرائح تتراوح ما بين 100 و200 و300 جنيه اللي بيستفيد منها أكتر من 10.5 مليون مواطن. والحزمة دي الحقيقة كان التوجيه إنها أو التكليف والقرار السابق إنها كانت هتنتهي 31/12، ولكن تم الاتفاق إنها هتستمر لغاية 30/6 القادم. أيضا كان هناك طبعا في ضوء توجيهات سيادة الرئيس امبارح بعدم يعني زيادة الرسوم على المواطنين في الفترة الجاية ويعني الاكتفاء بالوضع اللي موجود حاليا، أيضا كان هناك القرار السابق بعدم زيادة أسعار الكهرباء كان المفروض لغاية 31/12، وبرضو المجلس النهاردة وافق على أن يستمر العمل بالأسعار السعرية حاليا لغاية يوم 30/6/23. وبالتالي هي مجموعة من القرارات المتكاملة اللي احنا شفنا النهاردة ان احنا بنتدخل بيها علشان تساعد المواطنين في الظروف الراهنة اللي موجودة دلوقتي. ويمكن انا عايز اقول لحضراتكم ان حزمة هذه القرارات يمكن جزء منها ايضا انا يعني برضو عايز اضيفه، وهو موضوع الدخول للبرلمان بموضوع رفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يبقى اللي يعني اللي هو احنا يمكن كنا وافقنا عليه بصورة مبدئية
وإن شاء الله هيتم إقراره في البرلمان، بحيث يترفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة. معنى كده إن اللي دخله 2500 جنيه في الشهر ما يعني ما يخصمش منه أي ضريبة في هذا الشأن. ده كان آخر إجراء. الحزمة دي كلها النهاردة إن شاء الله هتبقى تكلفتها على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، ولكن احنا خدنا هذه الإجراءات طبعا بناء على تكليفات السيد الرئيس وإيمانا من الحكومة بضرورة برضو دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة. واسمحوا لي أترك المجال لمعالي وزير المالية أنه يشرحها بالتفصيل. شكرا جزيلا دوت الرئيس. وفي عجالة هو أول إجراء علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئة مقطوعة 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية بعدد 4.6 مليون موظف، وتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه. أيضا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف هيستفيدوا من هذه العلاوة الاستثنائية بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه. أيضا جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة لهم حوالي 250 ألف على الصناديق والحسابات الخاصة هيصرف لهم هذا المبلغ علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بتكلفة أيضا تقترب من 1.2 مليار جنيه. أيضا يتم منح العاملين في كافة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام البالغ عددهم 250 ألف هذه المنحة الاستثنائية وبتكلفة حوالي المليار جنيه. أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه بزيادة 300 جنيه، وزيادة كافة الحدود الدنيا لكافة الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة بمقدار 300 جنيه. زي ما دوت الرئيس أوضح إن شاء الله في خلال الفترة القصيرة القادمة معروض على مجلس النواب رفع الحد الأدنى لحد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه حالياً إلى 30 ألف، وده بيمثل نسبة زيادة 25% بتكلفة سنوية 8 مليار جنيه. أصحاب المعاشات أيضاً هيبقى في زيادة مقدارها 300 جنيه لكافة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعندنا أكثر من 10.5 مليون. التكلفة الإجمالية بتاعتها 32 مليار جنيه. بالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة والغير قادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الحالية تم الاتفاق مع معالي وزير قطاع وزير القوى العاملة على أنه كافة الشركات اللي هي يعني متأثرة سلبا بالأوضاع الحالية وغير قادرة على تحمل تكلفة العمالة بتاعتها أنه هيصرف من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تكلفة هذه العمالة حتى 30/6/2020. أيضا مد العمل بالحزمة 30/6/2023. مد العمل بالحزمة الاجتماعية اللي بيستفيد منها حاليا 10.5 مليون بطاقة تموينية بالمبالغ 100 إلى 300 جنيه وحتى 30/6/2023 وبتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه منذ بدايتها في الفترة الماضية. أيضا مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30/6/2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه وتكلفة إجمالية 3.8 مليار عن العام المالي 2022-2023. وبذلك يبقى إجمالي المبالغ اللي يعني هتبقى يعني تكلفة شهرية زي ما أوضح دولة الرئيس لكافة المبالغ اللي تم إيضاحها في حدود 67 مليار جنيه.
شكرا جزيلا. ويمكن معلش دوت الرئيس ان احنا هنبدا العمل بيها ان شاء الله من شهر نوفمبر. احنا يمكن هذه الحزمه هنبدا فيها ان شاء الله من شهر نوفمبر زي ما امبارح كان، يعني ده ضمن مخرجات المؤتمر. وباكد ان التكلفه السنويه لهذا الموضوع طبعا على الدوله هيبقى حوالي 67 مليار جنيه، هنستوعبه ضمن الاحتياطيات اللي كانت محطوطة كدولة حطينها تحسبا لتداعيات هذه الأزمة، ولكن طبعا دي هتبقى تداعياتها بعد كده موجودة. فبالتالي احنا كحكومة وكوزارة مالية هنبقى دايما مخططين على أساس ان احنا يعني نتعامل مع هذه القرارات ونستوعبها ان شاء الله، لان الهدف الرئيسي منها هو توفير مرة اخرى حزمة من الحماية الاجتماعية ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبيرة اللي العالم كله بيعاني منها. لو في أي أسئلة عند حضراتكم تفضل. شكرا سيادة رئيس الوزراء. أنا كنت بس يا فندم هتكلم عن ال 67 مليار جنيه اللي هم التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية، هل ده هيتطلب أي تعديل في الموازنة العامة للدولة ولا، وهل معمول حسابهم هل هيمثلوا عبء اضافي بالنسبه لعجز الموازنه؟ طبعا الحكومه دايما بتوازن ما بين الحفاظ على الموازنه العامه للدوله وتخفيض العجز وما بين الحمايه الاجتماعيه، فدول هدفين دائمين للحكومه، فازاي هيتم التوازن ده يا فندم؟ شكرا. يعني هو زي ما اوضح دوله الرئيس احنا الموازنه الحاليه فيها احتياطي احنا اعلنا عنه للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائيه بمقدار 135 مليار، واحنا بنستخدم جزء واستخدمنا قبل كده اجزاء زي مثلا ما اتفقنا على زياده القمح الى 1000 جنيه، الفرق قلنا هناخده من الاحتياطي، فبرضه هذه الحزمه ستمول من الاحتياطي دون ان شاء الله باذن الله هذه الحزمه ما تاثر على المستهدفات الموازنه العامه للدوله. احنا بنشكر حضراتكم وان شاء الله يعني زي ما بنقول هنتخذ في بعض هذه القرارات، طبعا هتطلع بقرار فوري من مجلس الوزراء، ولكن طبعا موضوع العلاوة هتبقى دي يعني هنروح طبعا للبرلمان بمشروع قانون، وان شاء الله يبقى بالتنسيق الكامل يتم خروجه باسرع وقت بحيث يبدأ المواطنين ان شاء الله بالاستفادة منه اعتبارا من الشهر القادم ان شاء الله. شكرا، متشكرين.